ورجع جاسم، ويا ريت ما رجع. برجلك اليمين، برجلك اليمين يا سنية. تفضلي يبوي، يا أرض احفظي ما عليكي. الله يخليك يا حبيبي. ولي منو؟ سنية، سنية مراته، عشان ما تبقيش زعقي لحسن يطق لك عرق. هاي حلوة حلوة يا سنية. والله صدق تزوجت مرة ثانية بعد؟ انت شنو؟ ما حد همك بالبيت؟ لا، مو انا هيتك وانت ما تبيني، تمنعين وانت تدلعين علي، اكليها. اي نعم، سنية مراتي على سنة الله ورسوله. انت مينون مو صاحي، تاخذ علينا ثالثة، مو كافي عليك انا ورشو، تاخذ هذه بعد؟ طلقتها وبعدين مو شغلك، لا تعوري راسي. سلمت راسك يا حليمة. يا حلاوتك وانت بالعقل ذاك. صح 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 يا حلاوتي. يعني ما لقيت الا هذه؟ هذه اللي فضلتها علي؟ نعم نعم يا اختي، هم ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين ولا ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا مراته، يعني ليا زي اللي ليك، زيك بالظبط. صالح، صالح يا صالح، تعال اسمع، ود خالتك سنية الأوضة، قصدي الغرفة. ايوه، ما في الا غرفة واحدة مالت خالتي رشا. اي مش اي ود 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 خالتك سنية ودها غرفتها، غرفتها. نعم يا أرض احفظي ما عليكي، درمند انتو. نعم، شو عندك قاعد طالعيني؟ ايش فيك؟ والله قاعد اقول حسافة ما قلت لي قبل. كان صعدت الغرفة، نظفتها لكم وبخرتها وسنعتها وبالمرة طبخت لكم يعني. أشوفك قاعد تطني زين، بس تعالي، هذه أول مرة أشوفك مو متأثرة مو قاعد تبكين. أنا خلاص عيوني انشفت، وهذا مات. سنية، أنا قايلك يا سنية. بنات، ليطوفكم الكب كيك اللي أنا مسويته بيدي. ذوقوا ذوقوا عافية وعطوني رأيكم. واي أو شو، مو من صدجك بعد أنتي ليش خلق تسوين وتاكلين كيك عقب سواد جاسم؟ والله لو أنا منك أهما الاثنين أحطهم بالفرن وأطلعهم خوش كب كيك. أو شو؟ إيش فيك؟ تحكي لا يكون مقهورة، خاف تنفجرين ولا يصير فيك شيء. بنات، شنا حلاها زايد صح؟ المرة الجاية بخفف الشكر. ووي، تعالي قولي لي، سعود من وين طلع؟ أبي سكتوا، كان ويا صلاح ببريكا. أمبيش هالصدفة؟ نجلا، دير بالك ما يخرب بينك وبين ريلك، مو تطبين الشركة. طول اليوم يسولف عنا، وغير كذي عازم على الغداء. وي، أخاف يقول حق ريلك عن اللي كان بينكم. ما أعتقد، سعود مو بهالحقارة. زين تعالي هند قولي لي، شو أخبار مرتبوت؟ سويت العملية؟ دكتور يقول ان المرض منتشر بجسمها، وانا من طبت المستشفى ما زرتها. ولا اله الا الله عليك. صدقين عاد هذه حوبتك. سمعيني، الشماته مو زينه، متشمتين. ايش فيك ايش فيك؟ ما قالت شيء، قالت ما زرتها. سمعيني حبيبتي هندو، انت لازم تزورين هالمستشفى لان زياره. خلي نصايحك حقك، ترى مالي خلقانه، خليك بمصيبتك. كيفك؟ شنو حاطه بالكيكه؟ قولي لي عشان اسويها.